انا هدخل هناك. لا استني بس مالك؟ اقعدي. مالك بتعاطي ليه؟ كنت عند كمال الأرناؤوطي في المكتب عشان أسأله على رشدي. عامل نفسه ما يعرفنيش وطردني من المكتب. انت لسه بتفكري في الموضوع ده يا نسيمة؟ بقولك طردني من المكتب. طب يا حبيبتي أنا هروح للمكتب وهزق الكلب ابن الكلب ده. دخل بيتي 500 مرة وعامل نفسه ما يعرفنيش. طيب اهدي يا راهي اهدي. هات عنوان مكتبه وانا هفرجك هعمل فيه ايه. هجيب لك حقك. فجأة أحسست بأشياء غريبة تحدث لي، وكأنما قوة أكبر مني تحاول أن تطمس أدلة مقتل نادر.